يقول السائل أيضا هل وضع بعض قصات الشعر وبدون قزع وبدون نية هل هو تشبه محرم؟ نعم، الشعر لا يعبث به، شعر المرأة أو شعر رأس الرجل لا يعبث به. الرجل يجوز لأنه يحلق رأسه كله أو يتركه كله، وأما أن يحلق بعضه ويترك بعضه هذا هو القزع المنهي عنه، وفيه تشبه بالنصارى. والمرأة كذلك جمالها في شعرها، فلا تعبث فيه بالقص وغير ذلك من الموضات المجلوبة لنا من الكافرات أو من المجتمعات الغير المبالية. نعم.